عليها من قول وعمل. آمين. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله وآجله. علمنا منه وما لم نعلم. ونعوذ بك من الشر كله وآجله. علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. اللهم اشف أم إسرافيل في التركية يا رب العالمين. آمين. اشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. آمين. اللهم أعنه كما يعين للمسلمين. اللهم أعنه كما يعين للمسلمين يا رب العالمين. آمين.